منتابع حلقة ام تي في الايف لليوم مع فقرة واتس كوكينج، ومثل كل يوم سبت معنا شيف بيير ابي هيلا، وراح نحضر اكيد دسير كثير طيب اليوم، دسير الكل بحبه وشي مش كثير يعني بدنا نقول يعني منه كثير سوفيستيكي، شوي هيك مفروض بدنا نعمل تشوروس اليوم. تشوروس تشوروس 100%. اوكي شيء كثير يعني الكل بحبه. هاي خدنا دغري بسلم الموضوع. قد ما محمسه لانه شكله شيء كثير طيب، كنت عم بقرا الانجريدينتس كمان الريسيت كله هين وموجود يعني ما في شيء كثير كله اليوم موجود وين ما كان. يلا محمسه انت بدك تعملي قلبي؟ بدي اعملها بالبيت. عظيم مثل العادة كل شيء كلهم بعملهم كلهم كل الريسيتات. اوكي اليوم شو بدنا نبلش؟ اليوم بما انه بدنا نعمل تشوروز رح اول شيء اعمل صوص شوكولا اللي رح احطها على التشوروز. اللي ما رح اعمله هو انه من بعد ما يطلعوا تشوروز اخلطهم مع سكر وقرفه او غطهم بالسكر لنخفف شوي سكر. هو عادة هيك وقت اذا اشتريناها من برا هيك بيكون بلتون بلتون بسكر او بقرفه. سو ما رح احطهم بسكر، رح اترك الشوكولا هو يكون ال الجو الاضافه عليها. سو اول شيء رح نعمل رح عم سخن كريم تبعيتي هون عندي ميلانج. يوجوال انا ما بعمل ما بخلط شوكولايات مع بعضهم، يعني اذا عندي شوكولا بروح على روسات بس شوكولا انوار او بس روسات شوكولا اولي. هون شوي اليوم خلطت لانه بدي يكون عندي طعم شوكولا قويه، وبنفس الوقت بدي تكون غورماند لانه التشورز مي اللي بحبوها الاولاد. صح وهذا اللي عم بقول لك. سو انت خبيره، انا ما بعرف اذا الاولاد لانه ما عندي اولاد. سو انت اخبر. بس انت زبوناتك ثلاث ارباعهم بيكونوا بيجوا ال ايه صح 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 مضبوط. سو التشورز الديزافونتاج الوحيد انه ديسير بينقلق. في كثير ناس ما له ديزافونتاج لإلي. في كثير ناس ما بحبوا انه يستهلكوا قصص مقليه او ياكلوا ديسير مقلي. سو اول شيء لك انا الكريم عم نسخنها على نار خفيفة. صح نسخنها كثير تغلي يعني ولا قبل ما تغلي بشوي؟ نسخنها ونزلها على الشوكولا هلا نبات. اوكي لكينا اول شيء للصوص شوكولا نحن بدنا شوكولا نوار شوكولا اولي صح والكريم وبس والكريم بس 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 فينا نزيد بهيدي الميكس فينا نزيد قرفه بيطلع كثير طيب لانه التشورز على طول بتتوقع انه يكون في قرفه. سو لكن الكريم من سخنها قبل ما تبلش تغلي بشوي بدنا نكون ما فيها تغلي يعني منا عبره فيها تغلي بس انه انا مسخنها كثير منيح للكريم ده وبكل الشوكولا. سو ثواني بيمشي الحال. مين وايل رح بلش بالروسيت تبع الشوروز. اول شيء بدي احط مي حليب العجينه يعني اللي بدنا نرجع نقليها وملح وسكر هول مخلوطين مع بعض. اوكي وهيدي الزبده شويه زبده شويه زبده. لا بس اليوم تنقول الريسيت كبيره اللي نحن عم نعملها من هيك الزبده كثير. ايه صح ما حدا ينقذ يعني. ايه anyway هي كميه الزبده مش رح تكون لشخص يعني هيدي الريسيت بتعمل كميه كبيره ولحن ما رح ناكل كل الوصفه. هون لكن الكريم ردي رح نزلها على الشوكولا. وانت حطيت الصنفين الشوكولا قد بعضهم قد بد صح قد بد. هون الشوكولا هيك خليته يدفى بال ويدوب بالكريم. نعم يعني تحت تصير الصوص شوي سميكه بس نفس الوقت يعني يقدروا مثلا يعملوا ديب ديبينج. ايه صح هي البيوت ديبينج اكثر من شيء ثاني. هلا تنعم شوي الصوص مستعمل جيراف. اوكي
الكيف كله بقلب ال شوي سميكه اذا ملاحظين، هيدا اللي انا بدي اياه. اوكي عملنا ميلونج دو شوكولا مع الكريم وبتتقدم بارده، خلص مجرد ما انخلطوا مع بعضهم فيها وفيها تتقدم. اذا كانت سخنه كمان طيبة تكون. سو هلا رح كفي رسالة الشوروس. سو احنا شو حطينا على النار اوريدي؟ حطينا هلا حليب ومي وملح وسكر وزبده. سو كلهم سوا على النار. اوكي. اكيد الرسات كلها عم تمرق على الهواء مع الجراماج. هون بضل عندنا طحين وبيض. من بعد ما يذوبوا. صح. اوكي اتس ايزي. البيض اخر شيء بنزيده شوي شوي. نحن هون لحديت ما تذوب الزبده بدنا نتركهم على النار. بدها تذوب وتغلي هون. مين وائل رح كون عم كفي بقيه القصص. يعني بدنا نكينا حليب حليب ومي ملح سكر وزبده كلهم بالطنجره على حراره عاليه تا يغلوا. وانس غلي هيدا الميكس بنزيد طحين عليه، بنحرك كثير 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 منيح، بنرجع بنزيد بالاخر البيض، بنصير كمان نحرك ليصير عندنا ميكس واحد اوموجين. العجينة يعني اللي هي العجينة نقول. صح. أنا مجهز عجينة بس عم نفرج المشاهدين كيف تنعمل. ومجرد ما تتحضر هيدي العجينة دغري فينا نبلش نستعملها ونقليها ولا دغري. ولا دغري. لازم تكون لا لا يفضل انه بس نتركها تسقع شوي. أوكي. بس فينا يعني انا جربت انه دغري من بعد ما تطلع من بعد ما اخلطها كثير منيح دغري اسكبها واستعملها بعطيك النتيجة. لانه على طول بهيك رستات اللي بدهم مثلا ينقلوا او ينحطوا بهيك طريقه يتقدموا بتخاف انه تفرط العجينه. لا هون ما عندنا ريسك بالنتيجه رح تنقلها. سو ما منا مش رسات بتخبز بالفرن ومعقول شيء يهبط او ما عندنا هيدي المشاكل. سو بلشت تذوب الزبده. صح. وناطرين بس تيغلي الميكس مع بعضه تنرجع نزيد للطحين. صح مزبوط. رسات الشوروز هي رسات تقريبا مثل باتاشو. يعني يمكن ديفيرونس بسيط فيهم. نفس الانجريدينتس بس كميه البيض اقل. سو اللي بيعرف يعمل باتاشو هي نفس تكنيك الباتاشو بس ما بتفوت على الفرن بتنسكب مثل الكلير والشوكولا كريم وهول بتنقلها بالزيت. اوكي. وكميه البيض اقل ها هي كميه البيض اقل. نحن عاملين قبل بمره شو؟ شو؟ كذا مره عاملين اكلير. صح صح جربتي بالبيت شي مرة؟ شو طلع؟ روعة. بدنا نسألهم بالبيت شو عم ياكلوا قصص من دياتك. ما عم بيصدقوني، ما تصدقوا. بس أنا سامع إنه أكلاتك طيبين. إيه صح. يعني بتطبخي منيح. يعني ما ضروري يكون شاطرة بكل شيء. ما هيك؟ بس إنه بدهم ياكلوا بالبيت. بس بعترف إنه ماني شاطرة بالدسير. لا بالأكل بالطبخ. بالأكل منيح. اوكي بعترف انه بالدسير لا. أوكي. طب انا اذا قادره مثلا يكون عندي شيف مثلك مثلا اروح اكل عنده احلى زبونه بتعقلي ورا. برافو عليك. على طول ما تعملي دسير بالبيت. تعالي لعندي بعدين الدسير بده وقت بده رواق ما هيك؟ منه كثير اليوم على رواق مش اليوم كثير على اليوم بيس انا وياك في سلام بيني اول مره ليه؟ ايام بيسالوني بس شوفوني العالم انه شو ليه انت ولورا بتضلكم بفكرونا ماما ممكن بعدنا هو بالعكس هي بتكون اكثر شيء فن. صح. بس امزح معك. يا سو هلا غليت؟ ايه ردي بعد قبل الغلي بشوي يعني بس تنسرع شوي للمشاهدين. اوكي وشدت شوي كمان شد الحليب مع الزبده بنخلطه ايه. سو هلا رح بس نزل الطحين رح اخلط كثير منيح بعدنا على نار قوية ايه مع نفس النار ما غيرت شيء كله مع بعض.
هلا لورا رح تشوفي بنشف كل الاكيد. هون بدنا نخلط بسرعه تما يلزق للطحين كمان هون مهم نخلط، مهم ما نترك على يعني من كعب الطنجره عم معقول يحرقها للعجينه، سو بدنا نضل عم نحرك. تمام. سو هون لكن هلا ملاحظين العجينة كيف صارت؟ اوكي. سو هون صار عندنا عجينة بس بعد مش زايد عليها البيض. شلت عن النار أكيد. ما بدنا البيض ينطبخ يعني ويجمد. مشان هيك لازم نشتغل بطريقة هلا رح فرجيكي كيف. اوكي. سو هلا رح انقل على شيل من الطنجرة لأنه الطنجرة سخنة. كل العجينة لهون. على جات مسقع. وهلا بنحط البيض. هلا بدنا نبلش نزيد البيض وحده ورا وحده. بس رح ترجع على النار او خلص؟ لا خلص ما في نار. النار هلا هي بس بدي اقليها. سو بصير زيد البيض وحده ورا وحده وحرك كثير منيح. كمان في شغله بدي الفت لها، هلا هيدي التكنيك اللي معتمدها انا هي تكنيك شوي رابيد، يعني انا عم دغري زيد البيض على الروسيت. تما ناخذ ريسك بال يعني اذا حدا عم يشتغل لحاله بالبيت ومش معود يحرك وعجينه سو سميكه شوي بتتعب صح سبيشلي اذا بالبيت يعني ما دام عم تشتغل ببيتها سو يمكن تكون صعبه عليها التحريك سو تترك العجينه تبرد قبل ما نزيد البيض سو انا هلا عم زيد البيض العجينه بتصير اهين انه تكون عم تحركها بتصير ما في ريسك يعني بتخلط على رواق ما في ريسك انه يستوي البيض بالعجينه سو انا هلا دغري أحو عم حرك كثير منيح بسرعه طيطيره برا الجاط سو طير هلا بنشيله بس هي اذا تركناها نحن تبرد ما رح تنشف العجينه او لا لا ما في ريسك هلا فينا نغطيه لوجهها تما تعمل كروتاج وين نشيل هذه كمية وحدة خسرناها ما بس رح يطلع لك نف سو ثاني شيء بنحط هون نزل عندي بيضتين سبا ما بأثر إذا فينا نزيح شوي لهونيك تطلع بالكاميرا اوكي سو فيها شوي يعني تحريك ثقيل شوي صعب بده عضلات من هيك انا ما بعملهم بالبيت بنمشي على الحجه بحس لا ما تعملي كل روسات فيها حجه بتجي حجتها معها سو عم نخلط كثير منيح اوكي سو هلا مجرد بس انه ينخلطوا ما بدنا ريزلتات ثاني لا خلص بدنا نكزي وهلا دغري فينا نقليها ولا كمان بدنا ننطر شوي هلا انا بفضل تتريح شوي العجينه بس اذا 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 ما ارتاحت فينا يعني دغري نسكب يعني ملاحظه العجينه خلص مزبوطه يعني متماسكه منيحه مش انه رخوه بدنا ننطرها تتبين نبرمها شوي على الكاميرا تتبين سو العجينه اوكي ديجا متماسكه منيح سو كثير منيحه سو في هيدي العجينه هلا استعملها ديركت او في هلا اكيد اذا بريحها احسن بس بريحها يعني انت تبرد شوي بدنا نقول نص ساعه ساعه مش اكثر ايه او فينا اوفر نايت فينا نعمل اليوم العجينه نضبها بالبراد لبكره نرجع نسكبها بكره سو سو بتصير يعني سو العجينه ريدي هلا انا مجهز الشوكولا ريدي انت مجهز عجينه انا مجهز عجينه بلا اترك هيدا على جنب بس هو كيف بده يطلع معنا هيدا الفورم بكون في اوكي بتا يطلع معنا الفورم انا حاطط العجينه وحاطط لها تب هيدا الدوي أوكي. من قدام سو رح نسكب هلا فينا نسكب دغري فوق المقليه صح بس كمان ايه بس بالبيت بدنا نسهل شوي على صح. المشاهدين سو فينا نسكب قبل على ورقه هيك مثل ورق زبده هي على القلي رح ترجع تنفخ شوي بقى اكيد سو نحن اذا رفعنا ما بيأثر
لا ما بيأثر، احسن رفع اطيب. انه ايه ما بتطلع كثير شوي كريسبي من جوا اكثر كمان، ما بتعود اوكي. هون كمان يعني القلي بده شوي القلي القلي موضوع القلي حساس لانه ايه؟ لازم تكون يعني انت بتشوفيهم بالمحلات عندهم مقلية بروفيشنال شوي مزبوط وكنترولابل اكثر الحراره، سو بيحددوا الحراره اللي بدهم اياها، المفروض تنقلع على 170 درجه. سو هلا هون نحن عم نقلي كانه نحن بالبيت، ما عندنا كنترول على الهيت، يعني نحن ما بدنا نحرقها من برا وبنفس الوقت بدنا اياها تستوي من جوا. هذا اللي رح جرب اعمله هون، رح جرب هلا يطلع معي هيك. هلا انا سكبت على الورق الزبده، رح اجي فوت هون نكزه سكينتي تفكها، والزيت حامي على الاخر بده يكون زيت حامي 170 درجه اذا فينا نعمل كنترول على الحراره. وهلا نزلتها، سو اجين رح ارجع عيدها شوي تكون هينه. سو فوت فكها من ميلي وبرمها تقريبا. قد ايه يعني كل حبه بالزيت ناخذ نتيجه من جوا من برا؟ حسب تلوينتها. هلا انطرها تتلون شوي، في وحده بلشت تتلون، بدنا نشيلها دغري على شيء يصفي الزيت منها تما تكفي قلي برات النار. بدنا تنخفف منها زيت. انا ديجا مجهز هيدي، طب دغري شيلها حطها هون تتشرب زيت. سو تما يكون عنا تما نتلبك بالقلي ونسكب فوق المقلية وهيك، بنسكب على ورقة زبدة مثل ما عملت نفس الشيء بكل بساطة وبنرجع بنقلي على رواق. بعدين اللي منه معود او هيدا في ريسك تفرط معه هو وهي وعم تنزل او شيء، اذا السكب فوق المقلية رح توصل رح يوصل العجينة مثل ما كنت كيف عم نزلها على الورقة، يعني في بارت من العجينة رح يدق بالزيت وبارت بعده بالجوز، لازم نعرف كيف نقطش البوش. سو ليش ناخذ هيدا بنفس الطريقة؟ هلا سريعة هي منا يعني مش انه عم تقعد كثير برا، بس كله اهين اذا بنعمل تكنيك اللي انا عملتها. حتى ايام تقلب البات بتطرطشنا زيت، سو كمان وايت يعني ما صار لهم دقيقة بلشوا يتلونوا يشقروا. بدنا نشيلهم دغري على نابكن كرمال انا مجهزهم هون ما يكفوا استوى ويصيروا محروقين. صح، بس هون على الاكيد خلص من جوا استوت. بدها نكزي بعد مجرد ما شقلت من برا. هون الزيت تبعي شوي شوي قوي، بلشنا نشيلهم. بنقلبهم كرمال ياخذوا من كل الميلات. صح، سو لازم نجرب اذا عندنا ميزان بالبيت نجرب الحراره تكون 170 درجه لما يطلع عنا ملونين كثير. هلا انا ما عندي مشكله مع التلوين كثير. بتحب الطعمه وقتها تكون شوي هيك؟ ايه انا ملونهم اكثر اساسا من العادي. ايه انت اللي حضرتهم هون قبل شوي اغمق طلعوا في هيك وهيك. رانيا قالت لي حرق محروقين. هلا في ناس بحبون هيك، شكلك انت بتحبهم. عملهم لالي هول، عملهم لالك، ما رح تذوق شيء منهم. تمام، سو هلا هيدا شوي زامطة مش كتير محمصة. عظيم، سو هلا خلصنا قلي بهيدي المرحلة هون. عادة شو بيصير؟ من لتهم بسكر وقرفة، سو أنا ما لحلت بسكر وقرفة،
انا رح خلي الشوكولا هو يعمل بيكونوا بعدهم سخنين وقتها بدنا نلتهم كرمال يلقط عليهم يكون بعد الزيت عليهم يكون الزيت بعده عليهم 100% مثل قصص بنعملها بالحلو العربي يعني. شو خلصنا من القلي هلا انا دجاج مجهز من قبل هلا البارتي الحلوه هلا بدي اجي رح زيد هوليك رح سخن شوي ترجع الشوكولا لكن الصوص شوكولا نحن حطينا شوكولا اولي وشوكولا نوار خلطناهم مع كريم وذاتس ات من بعد ما سخنا الكريم نزلناها فوقهم وخلطناهم مزبوط سوبر ايزي هيدي هي صوص شوكولا خرج ديبينج مثل ما كنت عم اقول منا خرج ديكوراسيون او شيء يعني خرج عم نستعملها نحن لنعمل ديبينج للتشوروس هلا انا رح كب على التشوروس كلهم سوا هيك طليهم من فوق والتشوروس رح ارجع اقول على السريع كمان كيف حضرناهن استعملنا مي مع حليب رجعنا زدنا كميه صغيره من الملح والسكر مي حليب على النار سكر وملح معهم وزبده معهم وزبده نطبخهم كلهم سوا نفس التكنيك تبع الباتاشو من بعد ما ينطبخوا كلهم سوا بلشوا يغلوا بنحط الطحين بنحرك كثير 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 منيح بنرجع بنشيل عن النار اذا عندنا وقت بنترك العجينه تبرد على رواق وبنخلطها مع البيض بعدين كمان سوبر على رواق اذا ما معنا وقت فينا نعمل ايتاب اذا بدك على السريع مثل ما عملناها رحيب. قبل هيك مثل ما عملت بس بدنا ننتبه البيض ما ينطبخ اوكي ونرجع بنقليهم فيري ايزي حتى الانجريدينتس يعني كثير بسيطين وما فيه شيء معقد هلا عم سخن الصوص شوكولا مزبوط تنزيد فوق هيدول اللي عملتهم اخر فوج بعقده لونهم ايه للاشخاص اللي ما بحبون كثير محمصين بس هو كل ما تحمصوا زياده كل ما صاروا هيك كرانشي أنا بحس ايه وقلبهم فلافي اكثر يعني ما رح يطلع باتو من جوا هيك فيه مثل بات ثواني بتصير صار شوكولا ردي اوكي يلا نحن قرب يخلص وقتنا تنفرج المشاهدين كيف عم نحط الشوكولات ومنخلص منيح اوكي لانه سقعت شوي رجعنا سخناها ايه بدي اياها سخنه تنرجع نستعمل هلا بس نزل الصوص شوكولا رح يلاحظوا المشاهدين انه سميكه ليك شو سميكه سو هيدي يوجولي وي ديب تشوروس انا رح اجي اجوي التشوروس هيك بالصوص هلا بعدين اذا مش غلط ابدا يعني هيك بتعمل كنترول قد ايه كل واحد عم يطلع له على الكيس تبعه لا مش متخيل رح تصير ما في كنترول ترك لنا اياهم على جنب الشوكولات ايه اوكي لكن ذاتس ات هيدي هي وصفتنا لليوم هينة بسيطة بحبوها الكبار والصغار خصوصا اللي بحبوا الاشياء المقلية ثانك يو شيف هيدي ميرسي كثير يعطيك العافية يعني السبت عم ننهي بدسامة شوي ايه عم نبلش الويك اند عم نبلشه مش ننهي ميرسي كثير شيف بيير نحن بنشوفك الاسبوع الجاي بحلقة جديدة مع رسات جديدة مشاهدينا من بعد البريك بتكفوا باقي الفقرات مع رانيا انا بشوفكم الاسبوع الجاي بويك اند باي باي